زالت لحد دلوقتي بتقولي ان الفن اللي اتعمل بحرفيه وباتقان كل حد فيه عمل دوره صح يعيش لمئات السنوات، يعني 50 سنة نجاح حتى هذه اللحظه. استاذ ابراهيم انا مش هقدر ما اسالكش السؤال بتاع مرج خيط بصراحه، يعني وانا يعني من كيلو قماش ملون ب3 جنيه الكيلو، انت جبت 2 كيلو لنوع من انواع الفن وبقالك مئات الطلبه بل الاف الطلبه اللي بتدرس لهم حتى هذه اللحظه مرج خيط، انت اللي اطلقت عليه الاسم. عايزك تحكي للناس حكايته. هو زي انا بقول ان انا كنت ساعتها ساكن في المرج القديم وكان في سوق هناك اسمه سوق التلات، وانا ماشي في السوق انا وقتها كنت برسم كاريكاتير في الجرايد وكده في البدايه، فانا ماشي في السوق لقيت سيده عجوز بتبيع قصايص. اللي شدني القصايص سيده عجوز قاعده موجوده بتبيع القصايص، بقول لها المتر بكام؟ قالت لي لا ده بالكيلو. انا استغربت الكيلو بكام؟ قالت لي ب2.5 جنيه. قعدت انقي قصايص الوان مش عارف ايه وبتاع، خدت وزنت 2.5 كيلو. ومن هنا بدات الفكره، طب هعمل بهم ايه؟ شديت شاسيه عادي برسم بيه زي التوال، وقعدت ارسم بقى قريتي، النخله، البنت، الطفله، حاجات مبهجه كده، واعرضها على الاستاذ مصطفى حسين وعلى بعض الزملاء، وحاجات للمجلس القومي للطفوله والامومه. وكل ده كان بدايه لعب، كنا بنلعب يعني، ما كانش الموضوع في بالي خالص ساعتها. كنا بناكل سندوتشات فول انا وصديق سمير عبد الغني، قال لي بقول لك يا ابراهيم سيب الكاريكاتير ده، احنا كنا بنتنافس في الجرايد والجورنال بيقفل وما بيديناش مرتبات وساعات، ايه رايك لو انت تمسكت بالفن ده بكره مصر تتكلم عنك؟ قلت له ازاي يا عم بتاع مصر ايه وبتاع؟ قال لي لا فعلا تمسك بهذا الفن، وفعلا بدات افكار وعملت اول معرض تحت عنوان قصائص. فبيقولي لي الفن ده اسمه هل هو كولاج ولا هاند ميد ولا شغل يدوي؟ فانا بضحك كده قلت مرج خيط. طلعت الاهرام بعدها باسبوع فن مرج خيط ينسب للفنان ابراهيم الجريدي. مرج عشان انا قاعد في المرج، وخيط يعني بخيط، فبقت لي انت لو دست على زر هيكون على الميديا كلها مرج خيط. انا وقفت قدامي وقلت ايه مرج خيط، وبعدين لما دورت على الحكايه بصراحه مبهره ومبهجه كمان، يعني وبقى عندك مئات والاف الطلبه في كذا مكان صحيح؟ في يعني في الجامعه الامريكيه، جامعه المستقبل والمنيا. واول لوحه بعتها كنت عايز تبيعها ب 15 جنيه. 15 جنيه؟ وفعلا بس اتباعت ب 100. لا ده انا هقول لك فكره كمان، انا قلت الفن ده انا هقتحم بيه مصر وكده، فروحت بيه خان الخليلي. فانا كنت عامل لوحات على برواز من قفص العيش، فانا قاعد بعمل اللوحه في الوسط كده، فراح للبتوع بتوع هناك للمتاجر اللي هناك في خان الخليلي، فقالوا لي اللوحه دي بكام؟ قلت لهم ب 50 جنيه. قالوا ايه ده؟ عاوزين تبيع لنا قفص عيش ب 50 جنيه؟ تعالى يا فلان تعالى. طب تعمله لنا فرعوني؟ فانا قلت ايه ده فرعوني؟ ما بعرفش ارسم فرعوني. فانا كنت قاعد على القهوه قلت اشرب حجر معسل وكوبايه شاي، وده بقى رجليا وجعتني يعني بصراحه. على دخلت 2 اجانب ومعاهم واحد مصري وراكن الروحات كده، بصيت لقيت داخلين بيقولوا انت بتبيع الحاجات ديت؟ قلت له قال لي بكام؟ قلت له 50 جنيه. قال لي معقوله؟ طب انا هبيع لك اللوحه ب 350 واخد 50 جنيه ليا. قلت له بجد؟ فانا مش مصدق نفسي. فعلا اداني الفلوس، انا غبت قاعد في القهوه 6 ساعات فاكر ان ابراهيم نصر جاي وبيعمل كاميرا خفيه، يعني تخيل. يا استاذ ابراهيم، يعني استاذ ابراهيم على فنك اللي دلوقتي بقى مدرسه وبقى ليه ناس ومريدين، انت قمه التواضع والجمال. وبصراحه الفنان الحقيقي فعلا بيبتكر من لا شيء اللي ما يخطرش على بال ناس ويعمل مدرسه، مرج خيط مدرسه. طيب استاذ